يعني زينب، من بعد هذا التقرير أيضا رح نبقى بأجواء الأولمبياد العلمي واليوم الأول للاختبار في فندق شيراتون دمشق. خلينا ننتقل لزميلتنا نيرمين عمار يلي متواجدة. سعد صباحك نيرمين، تحكي لنا عن الأجواء. صباح الخير. صباح الخير سالي إليك ولزينب ولجميع مشاهدي الإخبارية السورية. صباح التميز والإبداع. نحن متواجدين معكم مثل ما قلتي بشيرتون لننقلكم انطلاق فعاليات الأولمبياد العلمي السوري. اليوم بلش الامتحان معنا يمكن أكثر أو بالضبط 369 طالب وطالبة من مختلف المحافظات. اليوم مثل ما بنعرف أنه نحن وصلنا للمرحلة الرابعة من الامتحانات، هي سلسلة امتحانات هرمية بدأت على مستوى المحافظات، على مستوى المناطق المدارس ثم المناطق ثم المحافظات اليوم وصولا لمنصة التتويج الأكثر تميزا على مستوى سوريا. الامتحانات بلشت، نحن ما راح نضوج كثير على الطلاب، وبيسعدني أخذ الدكتورة عبد الوهاب علاف ورئيس لجنة علمية مركز يسعد صباحك. صباح الخير، أهلا بكم. اهلا وسهلا فيك. نحن يمكن وصلنا للدوره، هي الدوره 13 بتاريخ الاولمبياد يلي بلش من عام 2006 2007. اليوم نحكي عن جديد بدوره 2018 2019. اول شيء صباح الخير للجميع. بالنسبه للدوره الجديده، هي اول شيء بعدد الطلاب المشاركين، بدانا بعدد قليل جدا من الطلاب، وصلنا للالاف من الطلاب، ثم انتقاء طلاب على مستوى متميز. اليوم الاسئله ونوعيه الاسئله بكل اختصاصات الرياضيات، فيزياء، كيمياء، علم الاحياء، واكيد في المعلوماتيه، هي على مستوى عالمي. يعني الطالب بده يكون مستعد انه يود نفس الجو عالميا من حيث عدد الاسئله، صعوبه الاسئله، والوقت المخصص للاسئله. وبالتالي الاسئله هي عباره توضع لاول مره وتعطى للطالب لاول مره، لذلك الطالب يعني تعرض عليه الأسئلة أول مرة في يعني خلال الامتحانات الأربعة اللي ذكرتيها حضرتك. الأسئلة صعوبة عالية ومستوى عالمي جدا. بالنسبة للطلاب المتميزين هيكونوا دول منتخب سوريا، وحيطلع من كل اختصاص 10 طلاب، على 10 طلاب هدول حيمثلوا سوريا، منهم حيكون تمثيل دولي. متمنى للطلاب يعني النجاح. الشغلة الجديدة عم نسويها هو امتحان معياري، يعني للطلاب القدامى والطلاب اللي اخذوا المراحل من 11 لل 20 السنه الماضيه واللي قبلها، هذول الطلاب نعطيهم فرصه ثانيه ونختبرهم مره ثانيه، نشوف سويتهم العلميه هل تحسن مقارنه مع زملائهم الجدد لاول مره. اذا تحسنوا حيتابعوا معنا ان شاء الله. لذلك الاسئله، عدد الاسئله كثير كبير والمستوى كثير عالي جدا. مثل ما بنعرف هي السنه يمكن الامتحان، طريقه اجراء الامتحان تغيرت، هي راح تكون يمكن على مرحلتين. نحكي السنه عن هي التجديد اللي صار. هلا التجديد هو كان السنه الماضيه نسوي امتحان بيوم واحد، اول امتحان الطلاب يساوي، ثاني امتحان يملوا، يعني نطلع نتائج كلها صفار، يعني بحيث يعني احكي صراحه انه كلهم صفر صفر، يكون تعبوا كثير. هلا اليوم عم نعطيهم الراحه، وبالتالي حنشوف انه هي تغير الوضع في حال اعطاء الامتحان لمده يومين او عمل الامتحان لمده يومين، اما نفس شيء. وبالتالي انا متوقع يكون تحسن الامور، لان يكون طالب ارتاح، ترفه ارتاح يعني الليله وتنهي الامتحان، وبالتالي حتحسن النتائج. هلا في ممكن الطلاب يسالوا انه في سلاله محدده، ما في سلاله محدده؟ ما في سلاله محدده تصحيح. السلم الطالب المتميز الذي يجاوب على الاسئله بطريقه متميزه حياخذ العلامه التامه، بغض النظر انه كان في سلم او ما في سلم في الموضوع. لذلك الطالب يعني بده يكون على مستوى عالي جدا من الدقه والعنايه. تمام، شكرا كثير لك. كمان مثل ما بنعرف انه الحلو بالاولمبياد انه عم يشجع روح المنافسه والتميز والابداع بين الشباب السوري، والحلو اكثر انه طلاب يمكن بداوا بمرحله الاولمبياد العلمي السوري يمكن من الصف الاول الثانوي، تخرجوا من الاولمبياد واليوم هنن مدربين. ومعنا حاله وهي سليم حنا، عضو لجنه علميه في الاولمبياد العلمي. صباح الخير. صباح النور. بدايه خبرني عن هي النقله اليوم من طلاب لمدرب. بعرف يمكن 2015 نحن او 2015 2016 بلشنا رحله التدريب والاشراف. تمام. هلا انا شارك بالاولمبياد بال 2013، وبعد ما شاركنا خلصنا بال 2015 و2016 بلشنا ندرب طلاب اللي اصغر منا. بتحكي لي اليوم هيك كيف عم يكون التعامل مع الطلاب؟ كيف شايف المستويات اليوم اللي موجوده؟
هلا اكيد المستوى كل ما نوع على طلوع يعني، وعم تحسن المستويات يعني سنة عن سنة عم تزيد، وبالمقابل الأسئلة كمان عم تزيد صعوبتها يعني، بيكون عم ترتفع سوية الطلاب والأسئلة بنفس الوقت. طبعا الهدف الأساسي بالنهاية إنه نوصل لمستوى الدولي، لنحاكي الأسئلة على المستوى الدولي، وبتوقع هالشيء يعني عم نوصله تدريجيا يعني، إذا بنقارن أسئلة الأولمبياد 2013 مع أسئلة الأولمبياد 2018-2019 فلا القفزة يعني هائلة، وهالشيء يعني طلع واضح بنتائج إيجابية سوريا بالأولمبيادات الدولية، وقت طلابنا صاروا يجيبوا الميداليات من وقت بلشنا نحن لحد هلا. كونه يمكن انت مدربه بماده الكيمياء، خلينا هيك نستغل الفرصه ونعرف شو التجديد اللي كان على صعيد هي الماده. تمام. هلا مشكله الكيمياء بقى عن باقي المواد انه المنهاج الثانوي الكيمياء يعني ضعيف كثير مقارنه بمفردات الاولمبياد الدولي، فوقت بدنا نجهز طلاب الثانوي لحتى يشاركوا بالاولمبياد الدولي في فجوه كبيره عم يكون بين المنهاج وبين المفردات، فهالشيء حاولنا نداركه مبدئيا بمستوى طلاب الصف العاشر. اشتغلنا على كتاب لطلاب الصف العاشر بيعتمد على مفردات الاولمبياد الدولي لترميم النقص الحاصل بالمنهاج الثانوي، سميناها الخطوات الاولى للنجاح في اولمبياد الكيمياء. طبعا كان باشراف الدكتور عبد الوهاب علاف والدكتور خالد الجمعه، عملته انا وثلاثه من رفقاتي، كمان كانوا طلاب وصاروا مدربين. اشتغلنا على الكتاب وان شاء الله بالفتره الجايه راح ينطرح للطلاب لحتى يستفيدوا منه، بتوقع كثير راح يعمل فرق يعني بمستوى الطلاب وبتدريبهم. هلا الفكره الاساسيه بدنا نركز عليها كان من خلال الكتاب هن مبدئين، اول مبدا هو التعلم الذاتي مشان الطالب يتعلم يعتمد على حاله بالبحث عن المعلومه. المبدا الثاني توحيد سويه التدريب بين جميع المحافظات، يعني هاي الشغله كانت كثير اشكاليه سابقا، لانه كان الطلاب اللي ما فيهم طلاب قدامى يعني بمحافظه او ما ناجحين من السنه اللي قبلها، الطلاب صف العاشر ما في حدا يدربهم، حتى ان كان اسئله المدارس الاساسيه المدارس ما قادرين يدربوا الطلاب. كمان رح ننتقل لالياس فرح وهو مدرب من اللجنه الفرعيه لمحافظه حلب اختصاص فيزياء، هو السنه الماضيه يمكن خلص من مرحله انه كان طالب، اليوم هو مدرب، كمان رح نعرف تجربته. مرحبا. صباح الخير، اهلا وسهلا فيكم. بدايه نحكي لنا عن تجربتك اليوم، من السنه الماضيه كنت انت موجود بهي المقاعد عم تجرب الامتحان، يمكن الضغط اللي موجود، اليوم انت مدرب، شو الفرق اليوم بالاحساس؟ في البدايه نحن لما كنا دخلنا صف عاشر كنا ب سنة 2016 دخلنا ما بنعرف شو هو الأولمبياد بالضبط أو شو هي مراحله الأساسية، فجأة أنه بيجوا لعنا على المدرسة وبيحكوا لنا الأولمبياد، ودخلنا بهذا الأولمبياد وضلينا، وأنا شخصيا ضليت سنة 2016-2017-2018. طبعا درجنا بالمراحل ومستوى بعد مستوى، قدرت أوصل للاختبار العالمي اللي كان بإندونيسيا سنة 2017، وكمان قدرت أوصل للاختبار العالمي بالبرتغال 2018. طبعا نحن الفريق كنا جاهزين وكنا بدنا نطلع، بس للأسف يعني السفارة البرتغالية ما عطتنا الفيزا لسبب انه نحن سوريين او شيء، يعني احد الاسباب هن يعني تحفظوا انه يعطونا الفيزا. بغض النظر عن هي الامور اللي صارت معنا، نحن ببدايه التدريب واجهنا صعوبه بايجاد المراجع المناسبه لحتى نقدر ندرس ونعمل هذا الشيء. طبعا تواصلنا مع طلاب اخذين جوائز عالميه من غير دول، نتيجة هذا الشيء قدرنا نعرف هدول المراجع، وطبعا نحن درسناها وحضرنا فيها، وهلا نحن عم ندرب مجموعة من الطلاب بمحافظة حلب مشان يحققوا نتائج كبيرة على مستوى العالم. شكرا كثير لك. سالي وزينب رح نرجع لكم للاستديو، هلا رح نشوف اخر مرة هي لحظات. نعم، يمكن الاجواء هون هي الاجواء يمكن للاولمبياد بالمراحل الامتحانات بعدها مستمرة. نعم نعم، بفندق الشيراتون. نعم، انت موجودة كنت معنا مستمر. تمام، هدول هدول هن الشباب وشابات سوريا اليوم عم يتميزوا. نعم، اليوم الاكثر تميزا، يعني بدنا نتمنى لهم زينب للطلاب كل التوفيق. أكيد. وكل النجاح، وايضا نرمين شكرا كثير لك.